التشكيل الرسمي للنادي الاهلي في هذه المباراه. محمد الشناوي في حراسه المرمى، انا هقول لكم الرباعي خط الدفاع، واللي عايز يحط احمد فتحي باك ليفت يحطه زي ما انتم عايزين، في محمد هاني واحمد فتحي ورامي ربيعه وايمن اشرف. غالبا ايمن، يعني تصوري الحقيقه، ايمن اشرف هيلعب باك ليفت، واحمد فتحي هيلعب جنب رامي ربيعه، ومحمد هاني هيلعب باك رايت، يعني ده الاقرب، لكن مش عارفين اذا كان صح ولا غلط. اليو ديانج وعمرو السوليه اثنين في وسط الملعب، ومن امامهم محمد مجدي قفشه، وعلى اليمين او على الشمال حسين الشحات، وعلى اليمين احمد الشيخ، وفي الامام مروان محسن. مره ثانيه تشكيله رسميه للنادي الاهلي. محمد الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني باك يمين، ايمن اشرف باك شمال، احمد فتحي ورامي ربيعه دفاع، ثم اليو ديانج وعمرو السوليه، ومن امامهم مجدي قفشه، وعلى الشمال حسين الشحات، وعلى اليمين احمد الشيخ، وفي الامام مروان محسن. ودي التشكيله الرسميه للنادي الاهلي.